صلاح تحالف هو الحرية والتغيير هو أكبر تحالف سياسي يشهده السودان في التاريخ، لم يشهد مثله. جميل. هو يضم 90% من القوى السياسية السودانية، لا يوجد خارجه إلا من أبى. أيام الثورة كان التوقيع مفتوح لكل القوى السياسية قبل إسقاط البشير، لما كانت هناك الاعتقالات والاغتيالات والرصاص يطلق في الرؤوس المتظاهرين، كان هذا الميثاق مفتوح لكل القوى السياسية أن تعالوا وقعوا. نفس القوة التي ارتضى أن ترتبط بالبشير لحتى لحظة سقوطه، سواء كان الحزب الاتحادي جناح الأستاذ إشراقة، سواء كان حزب الأمة جناح مبارك الفاضل، سواء كان حزب الشمال أو دولة البحر والنهر الأستاذ برطم، كل هذه نسميهم ربائب الإنغاز. الوثيقة الدستورية تنص على أنه المؤتمر الوطني والأحزاب التي شاركته حتى لحظة سقوطه لا يحق لها ممارسة العمل السياسي. ده المنطق، لا يمكن ثورة قامت ضد مجرمين يأتوا ذات المجرمين عشان يحتلوا ظهر الثورة، لا مش يحتلوا ظهره وبس، عاوزين يكونوا هم في الجسم السيادي، عاوزين يكونوا موجودين في الجسم السيادي. هل نطلق التهم على المكون هذا الأخير يعني اللي هو 20 مكون ونقول أنتم عبارة عن فلول النظام السابق وليست هذه ليست تهمة، هذه هي حقيقة. مبارك الفاضل حتى هذا تحدث عن مجمل من ليس مجمل، لا أنا أفصل لك المجموعة. في تنظيمين كانوا جزء من الحرية والتغيير، ما في كلام حركة حركة تحرير السودان جناح مناوي وحركة العدل والمساواة، هؤلاء كانوا جزء من الحرية والتغيير.